هذا السائل يقول بأنه طالب جامعي يدرس في مدينة تبعد عن مدينة إقامته حوالي 30 كيلو أو أكثر، بحيث يدركني أحيانا صلاة الظهر والعصر، مع العلم بأن هناك بعض الطلبة من مدينتي من يقيم في الجامعة أثناء مرحلة الدراسة، يعني أسبوع. بالنسبة للصلوات، هل يأخذ برخص السفر؟ لا، الذي يقيم أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة ولا يأخذ برخص السفر، ولا يفطر في رمضان إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر. أما الذي يقيم في مكان أثناء سفره ولا يدري متى يرحل، فإن له أن يجمع أن يقصر الصلاة وأن يجمع الصلاة، لأنه ما زال في عداد السفر ونية السفر. نعم.